شبكة وايبير يلي بتضم مئات الشباب يلي وبتهتم طبعا بالصحة الإنجابية والجنسية للمراهقين وأيضا بإشراكهم بالعمل المجتمعي الصحي. صحيح، وبشهر التوعية شهر كانون الثاني، التوعية بمرض سرطان عنق الرحم شفناهم شاركوا من خلال إطلاق حملة على السوشيال ميديا وأيضا على أرض الواقع اللي قدمت من خلالها الدكتورة سابينا منصور جلسة توعية حول هذا المرض. هلأ صارت معنا، خلينا نقول لها مرحبا. مرحبا، يعطيكم أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي، كيفك؟ تمام؟ الحمد لله. ياريت تعرفينا عن حالك بالبداية. بداية أنا اسمي سابينا منصور، طبيبة. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. طبيبة، تخرجت حديثا حوالي 3 شهور من جامعة دمشق، وأنا ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. وبشتغل مع الشبكة حاليا، أنا منسقة المنطقة الجنوبية وكمان قائد الفريق الإعلامي بالشبكة. دورك بالشبكة شو هو؟ مثل ما ذكرت انه حاليا انا منسقة المنطقة الجنوبية، بالاضافة يعني انا مهمتي هو الاشراف على شؤون الاعضاء ضمن هي المنطقة، بالاضافة اقتراح خطط لعام 2020 وتنفيذها على ارض الواقع، واشراك الشباب ضمن المنطقة الجنوبية وتفعيل ادوارهم. وكقائد الفريق الاعلامي انا مسؤولة عن الاشراف على كافة المحتوى وتنظيم عملية ادارة المحتوى اللي بينزل على منصات الشبكة. تمام، شفناكي كمان كدكتورة بالحملة يلي اطلقت مؤخرا من خلال شبكة الأقران. نحكي عن اهتمام ومشاركة الشبكة بهيك حملة، وأيضا نحكي كمان عن دورك. تمام. هلا بداية، هي مو أول مرة الشبكة بتشارك بنشاط للتوعية حول مواضيع متعلقة بالصحة. ما هي الشبكة أساسا تهتم بالترويج لأنماط حياة صحية للشباب. السنة الماضية شاركت بحملة للتوعية حول سرطان الثدي، وبعام 2018 كان في حملة للتوعية حول المخاطر الصحية للزواج المبكر عند الفتيات. بهي السنة كوني منسقة المنطقة الجنوبية ونحن عم نحط الخطة للعام الحالي، اقترحت إنه يكون في حملة للتوعية حول سرطان عنق الرحم كونه ما أخذ حقه مثل باقي الأنواع من السرطانات. صحيح. أو الأمراض اللي نحن من المفروض نوعي عنها، بالأخص أنه هو بحسب منظمة الصحة العالمية من أكثر أنواع السرطانات قابلية للكشف المبكر وللشفاء منه. شيء كتير حلو هذا الكلام، يعني أي عمل مجتمعي وصحي أيضا بيكون في جهات ممكن أنه تتعاونوا معه، فيا ترى هل هي الجهات موجودة؟ وإذا موجودة مين هي؟ تمام. هلا في جهات عديدة ومؤسسات عديدة ومنظمات دائما تتعامل معهم الشبكة، وبهي الحملة بالذات نحن تعاوننا مع الأمانة السورية للتنمية، وقمت بتقديم جلسة بمنارة باب شرقي، بالإضافة إنه كمان حيصير تعاون مع نحل مجتمعي، مركز نحل مجتمعي بالمزة، وهيك يعني بالنسبة للحملة شو ضمنت نشاطات؟ قلنا جلسة توعية وقلنا معلومات عن التوعية حول هذا المرض، في شيء ثاني ضمنته؟ هلأ هي الحملة عموما كانت عبارة عن جزئين، شقين. شق هو عبارة عن كامبين على السوشيال ميديا. صحيح. نشرنا فيها محتوى. نعم. للتوعية حول سرطان عنق الرحم. محتوى علمي. محتوى علمي. تمام. إحصائيات، إنفوغرافيكس، معلومات مبسطة لحتى توصل لأكبر شريحة من العالم. بالإضافة أنه كان في جلسات توعية للسيدات مثل ما حكينا، كان بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وبالتعاون مع مركز نحل المجتمعي. تمام. أصبح هلأ خلينا نتناول الجانب الطبي. طبعا نتناول الجانب الطبي، يعني إجباري، ما دكتورة سابينا هي طبيبة ونستفيد من خبرتها. ما راح نتعمق كتير، ولكن بس نعرف. تمام. هيك يعني شوية شغلات على سرطان عنق الرحم، كيف بيتشكل وشو أسبابه يعني. تمام. هلا سرطان عنق الرحم كتعريف بداية، هو السرطان اللي بيصيب خلايا عنق الرحم، وعنق الرحم هي المنطقة الجزء السفلي من الرحم المتصل مع المهبل. بيتشكل هذا السرطان وقت اللي بتبلش تتحول الخلايا الطبيعية الموجودة بهي المنطقة لخلايا خبيثة، بتبلش السرطان من كتلة سرطانية موضعة بمكانها، بعدين تغزو الأعضاء المجاورة، وبالمراحل المتقدمة كتير بتوصل تعطي نقائل لأعضاء بعيدة من جسد المرأة. فيما يخص الأسباب، هلا الأسباب الرئيسية، شيء المميز بهذا السرطان انه هو من السرطانات القليلة اللي نحن فينا نحدد سببها، والمتهم الرئيسي باحداث سرطان عنق الرحم هو فيروس HPV او فيروس الورم الحليمي البشري. هذا الفيروس هو منتشر جدا، اللي موجود هو له عدد كبير من السلالات، حوالي 100 سلالة، بسبب سقاليل جلدية وتناسلية، بس بالأخص في سلالتين هنن 16 و18 لوحدهم مسؤولين عن إحداث 70% من حالات سرطان عنق الرحم بحسب منظمة الصحة العالمية. وفي أسباب تانية كمان تتشارك فيروسات مو معروف من مين نشأ.
لا هدول الفيروسز بالاخص 16 و18 لازم ننوه على فكره انه هدول بينتقلوا عن طريق الجنس. تمام. وهذا بيوضح الاسباب الثانيه شو لها دور. يعني مثلا اذا العمر المبكر للفتاه عند اول علاقه جنسيه بياثر على زياده احتمال اصابتها، تعدد الشركاء الجنسيين للسيده وللرجل كمان لانه كونه هو منتقل عن طريق الجنس كمان بيزيد احتمال الاصابه، التدخين واستخدام موانع الحمل الفوميه لسنوات طويله، عدد من السنين لا يقل عن 5 سنين كمان بيزيد احتمال الإصابة. تمام. بالنسبة لأعمار السيدات هون أنا بدي أسألك، حكينا الأعمار الصغيرة، هل ممكن تنصاب في امرأة بعمر كبير؟ تمام. هلا من مميزات هذا السرطان انه هو من السرطانات بطيئه النمو، يعني قبل ما يتشكل عندنا كتله سرطانيه بالاخر هذا السرطان بيمر بتبدلات عديده نحن بنسميها عصر تصنع او مراحل ما قبل السرطانيه. المرحله ما قبل السرطانيه نحن عاده بنشوفها عند سيدات بعمر العشرينات والثلاثينات، بينما الاصابه الفعليه بسرطان عنق الرحم نحن بنشوفها عند سيدات بعمر الخمسين. فهذا الفرق الواسع ما بين عمر بدايه التبدلات وما بين عمر الاصابه بسرطان عنق الرحم بيوضح مدى قدرتنا على التدخل سواء للوقاية أو للكشف المبكر أو حتى نحصل على العلاج الشافي بالمراحل المبكرة. طيب بما أنه حكينا يعني وجبتي سيرة الكشف المبكر عن هذا السرطان كتير مهم، تعطينا يعني للسادة المشاهدين شو هي الأمور اللي ممكن من خلالها يتم الكشف المبكر عن هذا السرطان؟ تمام عظيم. هلأ بحسب منظمة الصحة العالمية، المنظمة يعني بتنصح أنه يتم تلقيح جميع الفتيات اللي أعمارهم تتراوح بين 9 و 14 سنة بلقاح ضد فيروس HPV اللي مثل ما حكينا أنه هو المتهم الرئيسي بتسبيب هذا النوع من السرطانات. فنحن بهي الطريقة بنمنع حدوث إصابات جديدة. وبالإضافة أنه بيوصل الأطباء بالكشف عند أطباء نسائية، طبيب أو طبيبة للقيام بإجراء اسمه لطاقة عنق الرحم. هذا الإجراء هو إجراء بسيط غير مكلف، بيتم عن طريق أخذ مسحة من خلايا عنق الرحم. هاي المسحة بيتم فحصها تحت المجهر للكشف إذا في تبدلات بالخلايا، تبدلات غير طبيعية، وبالتالي بيتم الكشف المبكر عن السرطان وتداركه بمراحله الأولية. هاي اللطاقة بينصح الأطباء عموما أنه تم تقريبا كل حوالي 3 سنوات لجميع السيدات يلي هنن بأعمار من 21 ل 65 سنة ويكونوا نشيطات جنسيا. نعم. تمام. نعم. وبالنسبة للأعراض، يعني هلأ إذا أنا ما بدي أروح أكشف مبكر، بالنسبة للأعراض شو ممكن الأعراض اللي ممكن لاحظها بحالي أو بجسمي؟ تمام، لحتى أنا أعرف أنه شكرا لحتى أنا يعني أحس أو أعرف أنه في بدايات إصابة. تمام. هلا لا لازم ننشر ثقافه انه جميع السيدات انه النشيطات جنسيا يقوموا بالفحص المبكر الدوري. ليش؟ لانه حتى اذا ما في اعراض هذا النوع من السرطانات بالمراحل المبكره ما له اعراض. اما الاعراض نحن بنشوفها بالمراحل المتقدمه، هي الاعراض ممكن تكون على شكل نزيف مهبلي بيصير بعد العلاقه الجنسيه او خارج اوقات الدوره الطمسيه او بعد سن الضهي. ممكن يكون في السيده تلاحظ وجود مفرزات مائية أو دموية، ممكن تكون غزيرة، ممكن تكون كريهة الرائحة، ألم بمنطقة الحوض وبالأخص بعد العلاقة الجنسية. تمام. هلا هدول يعني بدي أقول لك إنه هدول مؤشرات لشيء تاني، خلينا نقول. فكيف نعرف إنه هدول ما في أي يعني عرض ثالث أو ممكن إحنا نحس من خلاله إنه لا في مشكلة؟ لأنه أغلب البنات بيجون هاي الأعراض فهن بيقولوا خلاص إتس أوكي عادي يعني. لا هلا هي الاعراض ما الاعراض كثير هيك شائعه يعني وما لها دلاله، بيكون في اختلاف عن الشكل الطبيعي. مثلا ما هو طبيعي بالحاله العاديه لاي فتاه انه يكون مثلا في نزف خارج اوقات الدوره الطمسيه، يعني اي نزف المفروض انه يتم استقصائه عن طبيب النسائي لحتى نحن نكشف السبب. يعني الاسباب تتراوح من اسباب كثير بسيطه لاسباب كثير مهمه مثل السرطانات يعني. فمن الضروري دائما اي شيء بيختلف عن الحاله الطبيعيه نحن دائما نفحص حالنا. طيب دكتوره سابينا منصور، بدنا نشكر لك جزيل الشكر من شبكة وايبير، يعني وأشرتي لكثير موضوع خطير ممكن أنه الواحد يتجاوزه بمراحل. عن جد نشكرك لأنك أقمتي هاي الحملة، فعلا نحن صار آخر شيء اهتماماتنا بسرطان الثدي وما حدا منتبه على باقي أنواع السرطانات. بدي أتشكرك كثير وموفقة بكل شيء عم تعمليه. شكرا موفقة كمان، إن شاء الله منشوفك يعني أهم دكتورة بالبلد. شكرا كثير، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة اللي بيعكي.